السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هيكون سيكشن المحطات إن شاء الله، هنتكلم فيه على circulating of water system. احنا عندنا المية بعد ما تدخل من مية التبريد تدخل على الكوندنسر، ممكن اقوم راح رماها في البحر، وممكن اعمل لها عملية تبريد وارجع استعملها تاني على حسب يعني، او ممكن اعمل لها عملية تبريد عشان اعرف ارميها على البحر، لان ساعات منظمات البيئة بتفرض علينا ان ارميها في رينج معلي الدرجات، فانا ممكن عند المية تدخل تبرد في الكوندنسر تطلع اسخن من الرينج المطلوب، فيبقى عندي وزارة البيئة تيجي تحاسب على حاجة زي كده. تمام، فانا الوسيله اللي انا ببرد بيها الميه قبل ما ارميها او قبل ما استعملها تاني هي الكولينج تاور. اللي احنا هندرسه هنا هو الويت كولينج تاور. الفكره بتاع الكولينج تاور ان انا عندي او الابراج المائيه او ابراج التبريد، معلش، ان انا عندي بستعمل الهواء في تبريد المية. ازاي؟ كنا خدنا قبل كده في التكييف ان الهواء لما ما بيكونش في حالة مشبعة في الغالب في الطبيعي ما بيوصلش لحالة تشبع، يعني في الهواء الجوي التقليدي عادي خالص بيكون الفاي بتاعته او الريليتيف هيوميديتي بتكون 50% او 60% في الرينج ده، فده معناه ان هو ما وصلش لحالة التشبع. فانا بقوم رايح ممرر المية على الهواء او الهواء على المية، معلش، لما الهواء يمر على المية بيسحب بعض المية، فبيحصل عملية تبخير للمية. نتيجة عملية التبخير دي بيتم سحب حرارة من المية، فدي احد الطرق المستعملة في التبريد، وانت طبعا درسنا الكلام ده بالتفاصيل قبل كده السنين اللي فاتت. فهي الفكرة عندنا انا بدخل كولد اير من هنا ويخرج عندي من هنا، بدخل عندي الهوت ووتر وتخرج عندي، ده بشكل بسيط يعني، تخرج عندي كولد ووتر، ونتيجة ان الهواء هو اللي دخل برد عند المية. انا عند المية بتنزل كده، طبعا بيبقى فيه عملية بحيث المية متنزلش مرة واحدة، يبقى فيه زي عوائق جوه كده بحيث المية تفضل تنزل وتتشتت. يعني لحد ما راح مصنع السماد قبل كده هو موجود هناك كولينج تاور، بيبقى عباره عن شبكه تبدا تعمل الميه على شكل الرذاذ. في الغالب هو في انواع طبعا من الكولينج تاور الرذاذ، بحس ان قطرات الميه تبدا تلمس كلها الهواء باكبر مساحه ممكن، ويقوم راح داخل الهواء عليها، فيحصل عمليه الايفابوريتنج كولينج ده، تقوم رايح ساحب البخار فيحصل عمليه تبريد للميه ويطلع عندي هوت اير. تمام، هنركز بقى على بعض المصطلحات اللي خدناها في التكييف. عندنا في الأوميجا بتساوي الام دوت فيبر اللي في الهواء على الام دوت دراي اير. طبعا عندنا الفيبر يعني في نسبة بخار مية موجودة في الهواء، فالأوميجا دي بتمثل لي نسبة بخار المية اللي في الهواء بالنسبة لكتلة الهواء الجاف اللي موجودة، وهي بتساوي 0.622 بي في، ضغط الجزء بتاع بخار المية على البي ناقص البي في. تمام، يبقى احنا كده عرفنا تعريف الأوميجا. عندنا في مصطلح تاني اللي هو الفاي بتساوي البي في على البي ساتوريشن بتساوي ام في على الام في في حالة الساتوريشن. طبعا المصطلحات دي هنستعملها لو احنا هنستعمل القوانين او العلاقات، في الغالب احنا هنستعمل الخريطه انها هتبقى اسهل. تمام، عندي في لو انا عايز احسب الاتش بتاع الهواء بتساوي 1.005 في التي، ده كده بالنسبه للدراي اير، لسه الجزء بتاع الفيبر بقى زائد اوميجا 2500.9 زائد 1.88 تي.
ده كده لو انا عايز احسب الاتش بتاع الهواء ببخار الميه، يعني مش الهواء بس، ده الهواء مع بخار الميه، تمام. طب دلوقتي نلاحظ هنا بس ان هي 1.5 من 1000 دي بالكيلو جول لكل كيلو جرام. تمام. طب هي ايه الفكره اللي بيحصل عندي؟ دي شويه ثوابت كده او معادلات اساسيه بنستعملها. في تعريف تاني اسمه الدبليو، ده ممكن ما اتاخدش في التكييف قبل كده، وهي عباره عن كتله الميه بالنسبه لكتله الدراي اير. تمام. ده مصطلح كده دبليو. يعني الفكرة أنا عندي نوعين من الاتزان بيحصل عندي في الكولينج تاور. عندي فيه نوعين، الأول اتزان اللي هو الماس بالانس، وهو الفكرة في الماس بالانس إيه؟ في كمية مية داخلة في الأول ام دوت ووتر واحد، بعدين قلت لأن الهواء سحب كمية بخار مية منها، يبقى ناقص ام دوت ووتر اتنين هتساوي الام دوت اير. ام دوت اير دي اللي هي الدراي اير، يعني في الاوميجا 2 ناقص الاوميجا 1. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا في بخار الهوت ووتر دخل عندي بحاله 1، خرج عندي بحاله 2، والاير دخل عندي بحاله 1 خرج عندي بحاله 2. فانا عندي الميه لما سحب منها كميه خرجت بحاله 2، فبقت ام 1 ناقص ام 2 هي نفس الكميه اللي الهواء اتغير بيها، فبقت اوميجا 2 ناقص اوميجا 1، لان الاوميجا 2 اكبر من الاوميجا 1 لان هي شالت كميه بخار ميه مضروبه في الكتله بتاع الدراي اير. فده بقى اول حاجه عندي اللي هو الماس بالانس. عندي النوع تاني من البالانس اللي هو الانرجي بالانس. وهو عبارة عن ام دوت اير واحد في اتش واحد زائد ام دوت ووتر واحد في اتش واحد هيساوي ام دوت اير اتنين في اتش اتنين زائد ام دوت ووتر اتنين في اتش اتنين. هي بس نفرق هنا اتش واحد قصدي بيها اللي جنب الوتر، يبقى نسميها هنا بس اتش ووتر واحد، وهنا اتش ووتر اتنين، عشان يبقى بس فرقنا ما بين اتش الووتر واتش الهواء. تمام. يبقى ده النوع التاني من البالانس عندي اللي هو الانرجي بالانس. تمام. فانا كده عملت الاتنين بالانس، اللي انا اقدر منهم اطلع الكتل، واقدر منهم اطلع مثلا لو انا احتجت بعد كده اي حاجة تانية زي درجة حرارة او اي خاصية تانية. تمام. ساعات بيطلب عندي البريشر بتاع الاير المطلوب عشان يتحرك، تمام. يبقى انا عندي الدلتا بي اللي هي الدرايفنج، الدلتا بي درايفنج اللي بتحرك عندي الهواء، بتساوي طبعا عندي في كثافه واحد ناقص كثافه اتنين اللي هي تغير الكثافات بالنسبه للحاله واحد والحاله اتنين نتيجه طبعا تغير الرطوبه دي، مضروبة في الجي في الاتش. تمام. يبقى انا كده طلعت الحالة اللي هي الدلتا بي درايفنج فورس. طبعا نكون عارفين عندنا ان الرو بتساوي الواحد على الفي اللي هي سبيسيفيك فوليوم، عشان لو اضطريت استعمل الخريطة، واقدر اقول برضو انها بتساوي لو هي للهواء البي ناقص البي في، عشان انا هتعامل مع الهواء، على الار اير في التي اير زائد البي في على الار في في التي اير. انا بس فصلت الجزء بتاع الهواء لوحده، عشان الار اللي محسوبه عندي اللي هي 287 دي للهواء بس، والبي في اللي هو ضغط بخار الميه على الار في اللي هي بتاع الميه على التي اير لو مديها لك في المساله. احنا في الغالب هنحاول ما نلجاش لاستعمال القوانين خالص، انت كده كده مش مضطر تستعمل طريقه معينه زي ما كنا بنتعامل في التكييف، لا هنا انت ممكن تستعمل خريطه عادي. فاحنا مثلا لو جينا نمثل الاجراء هنا،
بشكل بسيط كده نرسمه على الخريطة. انا عندي ده خريطة السيكومتري. تمام. فانا عندي هنا بيديني خطوط هنا اللي هي خطوط الفاي، وهنا دي اللي هي الاوميجا، وخطوط كده بالشكل ده دي اللي هي خطوط الاتش. ايه تاني بيديني هنا؟ درجة الحرارة اللي هي التي. تمام. انا مثلا لو قال لي عندي هنا الهواء كانت حالته في الحالة دي مثلا، نفترض مثلا، وقال لي ان درجة الحرارة انا بيحصل عندي عملية تبخير مع هيوميديفيكيشن، تمام، مع الترطيب، فانا بيبقى عندي شكل الاجراء بيبقى عامل كده. وبعدين انا وصلت للمكان ده مثلا ودرجة، وهبدأ بقى خلاص يحصل كمان عملية تبادل حرارة، تبدأ عندي الزيادة تحصل على الشكل ده كده، فيبقى عندي لو درجة حرارة الهواء بدأت من هنا باردة بتبرد اكتر شوية نتيجة عملية سحب البخار اللي بتمتص الحرارة. بعدين لو انا بدأت اكمل لسه بتبدأ عندي تسحب، فتوصل عندي درجة الحرارة انها تزيد. طبعا بس انا حبيت ارسم الاجراء الاساسي اللي بيحصل عندي في عملية تبادل البخار ده. يعني انا عندي نتيجة ان المية بتعدي على او الهواء بيعدي على المية بيبدأ يسحب كمية من البخار، سحب كمية البخار دي بتقلل لي درجة الحرارة. تمام. فيبقى عندي اجراء يقلل درجة الحرارة، بيسحب حرارة طبعا من كل الاوساط. تمام. يبقى البخار عندي عمليته سحبت درجة حرارة. بعدين عندي نتيجة اللي انا كملت في اجراء تشبع ام راح مكمل عندي لحد ما درجة الحرارة زادت. نشوف مسألة عندنا على الكلام ده. مدينا هنا تي ووتر، الحالة الابتدائية نسميها ايه؟ هتساوي 60 سيليزيوس. مديني ام ووتر في الحالة ايه؟ هتساوي 22.5 كيلو جرام على الثانية. مديني تي ووتر في الحالة بي هتساوي 27 سيليزيوس. ومديني التي اي واحد بتساوي 13 سيليزيوس، ومديني دي درجة حرارة الهواء الأولانية، مديني الفاي بتاع الهواء في الحالة الابتدائية بتساوي 50%، وقال لي التي هواء التانية هتساوي 38 سيليزيوس، مديني الفاي اتنين بتساوي 100%. وطالب عندي في المسألة الكيو دوت اير بالمتر مكعب على الثانية، والدلتا ام اللي حصل في تغير الكتل في بخار المية او المية، وحاجة اسمها الابروتش والرينج. هما مصطلحين لهم حسبة معينة نسيت اقولهم في الشرح، هنوضحها في الحل يعني. تمام. اول حاجة نرسم الاجراء على الشارت بتاعتنا. طبعا ده ضغط جوي عادي، الشارت مينفعش تستعملها غير في الضغط الجوي. فعندنا هنا نفترض ان دي الفاي 50%، ودرجة الحرارة عندي اللي هي التي اي واحد. طبعا انت لو معاك التشارت، انا طبعا طلعت النواتج على طول يعني من التشارت، فانت عندك التي اي واحد موجودة طبعا عشان هيبقى عندي اكتر من اتزان، فانا هطلع الاتش واطلع كل حاجة مرة واحدة يعني. تمام. فانا عندي التي اي واحد موجودة مع الفاي، قطعت النقطة دي، فاقدر اجيب منها الاوميجا واحد، واقدر اجيب اتش واحد، وفي نفس الوقت اقدر اجيب السبيسيفيك فوليوم واحد. تمام. ومقلوب السبيسيفيك فوليوم اللي هو الرو، فاقدر اقول الاتش واحد عندي
هتساوي 24.814 كيلو جول لكل كيلو جرام دراي اير. وعندي الرو واحد او مقلوب السبيسيفيك فوليوم في الحالة الاولى 1.23 كيلو جرام على المتر المكعب. اوميجا واحد هتساوي 4.65، نركز في الواحدة هنا، جرام لكل كيلو جرام دراي اير. تمام، دي الحالة الاولى. في الحالة التانية هو قال لي الفاي ب 100% يعني على الخط الساتوريشن هنا، وقال لي ان درجة الحرارة النهائية ب 38، هي يعني كانت في الحالة الأولى عندي ب 13 بعدين وصلت 38، فطبيعي هتبقى قدام هنا وهتبقى على خط الساتوريشن، فتبقى في المكان ده اللي هي تي ايه 2. هو اللي حصل عندي زي ما قلنا بيمشي كده، هيوميديفيكيشن مع تقليل درجة الحرارة لحد ما يوصل لمنطقة الساتوريشن، بعدين يحصل الزيادة عندي في الحتة دي كده لحد ما يوصل للدرجة دي، فيبقى عندي هنا الحالة دي منها اجيب ال H2 واقدر اجيب الاوميجا 2، وفي نفس الوقت اجيب كل الخواص. تبقى عندي الخواص هنا في الحالة دي H2 هتساوي 150.621 كيلو جول لكل كيلو جرام بدراي اير. وعندي هنا الرو 2 بتساوي 1.106 كيلو جرام على المتر المكعب. وعندي الاوميجا 2 بتساوي 43.742 جرام لكل كيلو جرام دراي اير. يبقى انا كده جبت الخواص في الحالة الاولى والخواص في الحالة التانية. اعمل بقى الانرجي بالانس، نرسم عند الشكل العادي عشان بس ما حدش يلخبط. انا عندي هنا الحالة واحد كولد اير، والحالة اتنين هوت اير، وعندي هنا الحالة ايه هوت ووتر، والحالة بي كولد ووتر. نعمل اول حاجة الانرجي بالانس، من عندي ام دوت اير واحد في اتش واحد زائد ام دوت ووتر ايه في اتش ايه هتساوي ام دوت ايه اتنين. انا كل اللي بعمله بشوف الاتشات الداخلة والخارجة واعمل اتزان الخارج مع الخارج والداخل مع الداخل، في اتش اتنين زائد ام دوت ووتر بي في اتش بي. انا كده عملت الانرجي بالانس معايا دلوقتي. تمام، عندي الام دوت اير واحد دي او الام دوت اير بشكل عام اقدر اقول انها بتساوي ام دوت دراي اير في واحد زائد اوميجا، اللي هي ايه؟ لان الاير عندي متكون من جزء فيبر وجزء الهواء نفسه اللي هو الدراي اير، فالاوميجا عباره عن ام دوت فيبر على ام دوت دراي اير، ضربت الام دوت دراي اير في الام دوت دراي اير راحوا مع بعض هنا، فتبقى ام دوت فيبر زائد ام دوت دراي اير اللي هي ادتني الام الاير كليه. فاقدر عندي اشيل شكل المعادله دي واكتب عندي شكلها كالتالي، ام دوت دراي اير في واحد زائد اوميجا واحد في اتش واحد زائد ام دوت ووتر
ايه في اتش ايه يساوي ام دوت دراي اير في 1 زائد اوميجا 2 في اتش 2 زائد ام دوت ووتر بي في اتش بي. تمام، اقدر اقسم كل المعادلة على ام دوت دراي اير، يبقى اقدر اقول 1 زائد اوميجا 1 في اتش 1 زائد دبليو اللي احنا كنا معرفينها اللي هي نسبة الكتلة بتاع المية على الام دوت دراي اير، دبليو ايه في اتش ايه هتساوي 1 زائد اوميجا 2 في اتش 2 زائد دبليو بي في الاتش بي. وانا كان عندي معادلة الماس بالانس بتقول لي ان دبليو اي ناقص دبليو بي بتساوي اوميجا 2 ناقص اوميجا 1. تمام، فانا عندي هنا المجهول اللي ما مش موجود عندي. نرجع كده نراجع المعادلة بتاعتنا. لو جيت هنا انا بقيت عندي الاوميجا 1 موجودة، الاتش 1 موجودة، اوميجا 2 موجودة، وعندي من هنا اوميجا 2 ناقص اوميجا 1 موجودة، فبقى عندي في دبليو اي مش موجودين ودبليو بي مش موجودة في المعادلتين بس. يعني انا عندي معادلتين في مجهولين اللي هي الدبليو اي والدبليو بي، والدبليو اي والدبليو بي حوض بتعويض مباشر، عندي الاوميجات موجوده والاتشات والاتشات موجوده والاوميجات هنا موجوده، يطلع معادله زي ما قلنا في مجهولين. هحلها، نكتب الحل ده 1 زائد، هحول الكتل عندي ما انساش احولها لكيلو جرام، اللي هي الاوميجا هي معطيه جرام لكل كيلو جرام، فانا هحولها لجرامات عاديه لكيلو جرام عادي، 0.00465 في 24.814. ركز هنا دي بكيلو جول لكل كيلو جرام. تمام، زائد دبليو ايه مضروبة في الاتش ايه. الاتش ايه دي انا نسيت اقول عليها، انا دلوقتي مديني درجة حرارة المية، فاقدر اجيبها من السي بي في التي على طول، يعني السي بي في التي تديني الاتش بتاع المية على طول، واقدر اجيبها من التيبل عندي في منطقة ساب كولد عند الواحد اتموسفير، لان طبعا ده ضغط جو، مية داخلة بضغط جو عادي طالما مذكرش اي ضغوط مختلفة، فاقدر اجيبها بالسي بي. السي بي تعتبر اللي هي السعة الحرارية عند الضغط الجوي، واضربها في درجات الحرارة، واقدر اجيبها من التيبل عند الضغط الجوي ودرجات الحرارة لما ادهاني عند A و B. تمام، يبقى W 2 في بعد طبعا ما حسبتها تطلع 251.22 هتساوي 1 زائد.0437 في 150.621 زائد W بي في 113.29. العلاقة التانية أو المعادلة التانية دبليو اي ناقص دبليو بي هتساوي 0.0437 ناقص 0.00465. تمام، لو حليت المعادلتين مع بعض يطلع عندي دبليو اي هتساوي 0.927، دبليو بي هتساوي 0.887. وبكده انا وصلت للدبليو اي والدبليو بي. كمل حساباتي عادي، انا اللي محتاجه عندي انا طلعت الدبليو اي والدبليو بي، اقدر اطلع منها لام دوت دراي اير. عندي الدبليو اي بتساوي ام دوت ووتر اي على ام دوت دراي اير،
تمام. فأنا دلوقتي بقى عندي ال WA موجودة اللي هي 0.927، وعندي M dot water A 1 موجودة اللي هي 22.5 كيلوغرام على الثانية. يبقى أنا عندي M dot dry air تطلع عندي بتساوي 24.27 كيلوغرام على السنة. من هنا لسه مطلوب عندي احسب الكيو. انا عندي الام دوت اير بتساوي ام دوت دراي اير في 1 زائد اوميجا، دي بشكل عام اللي هي هتساوي رو 1 في كيو. فانا مطلوب عندي الكيو، الكيو دي مش حرارة طبعا، الكيو دي اللي هي الفلوريت، فوليوم فلوريت. فانا اقسم عندي كل ده على كيو على الرو، يبقى انا عندي الكيو هتساوي ام دوت دراي اير في 1 زائد اوميجا على الرو. عوض تعويض مباشر الرو طبعا في الحالة الأولى لو أنا هستعمل اوميجا 1، والحالة التانية لو هستعمل الاوميجا 2، تمام. فأنا هستعمل الرو 1 مع الاوميجا 1 هتساوي 24.27 في 1 زائد الاوميجا 1 اللي هي 0.00465 على 1.23. تطلع عندي الكيو بتساوي 19.823 متر مكعب على الثانية. طالب عندي الدلتا ام اللي حصلت في المية او البخار بشكل عام هتساوي ام دوت دراي اير في الاوميجا 1 الاوميجا 2 ناقص الاوميجا 1. تعويض مباشر تطلع عندي دلتا ام، عندي الام دوت دراي اير وعندي الاوميجا 2 والاوميجا 1، تطلع عندي الدلتا ام هتساوي 0.9477 كيلوغرام على الثانية. عندي بقى التعريفين اللي قلنا عليهم اللي هو الابروتش والرينج. الابروتش تعريفه ابروتش بيساوي التي ووتر في الحالة الخروج عند الويت بالب تمبريتشر في حالة الدخول. الويت بالب تمبريتشر دي تقدر تحسبها عادي من الشارت، فهي في حالة الدخول عندنا كانت بتساوي 8 سلسيوس، تمام. وعندي التي ووتر بي اللي هي في حالة الخروج كانت ب 27 عندنا، تمام. فاقدر اقول الابروتش هيساوي في الحالة دي عندي 27 ناقص 8 هتساوي 19 سلسيوس. عندي الرينج ده بيساوي التي ووتر في الحالة الأولى ناقص التي ووتر في الحالة الثانية، هيساوي عندي في الحالة دي 60 ناقص 27 هتساوي 33 سلسيوس.